الانتخابات البلدية التي أجريت في 4 بلديات خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعد استمراراً للمسار الديمقراطي وتعزيزاً للمشاركة الشعبية في اختيار من يقودون الدفة على صعيد الحكم المحلي. عضو اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الصادق الحراري صرح بأن أكثر من 32 ألفاً ممن يحق لهم الانتخاب توزعوا بين 33 مركزاً انتخابياً قسمت إلى 10 مراكز في بلدية الأحرابة، و8 مراكز في بلدية الزاوية الجنوب، و9 مراكز في بلدية جادو، إضافة إلى 6 مراكز في بلدية كباو تحتوي جميعها على محطات انتخاب. افتتح ببلدية الأحرابة 10 مراكز و22 محطة لاستقبال 6540 ناخب في بلدية الأحرابة. أما في بلدية الزاوية الجنوب افتتحت اليوم عند تمام الساعة 9 8 مراكز ل28 محطة ل10095 ناخب. بلدية جادو افتتحت اليوم 9 مراكز بهم 24 محطة ل7456 ناخب. بلدية كبار 6 مراكز 23 محطة لاستقبال 8390 ناخب. نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي عقدت الخميس كانت متواضعة بشكل عام، حيث سجلت بلدية الأحرابة النسبة الأعلى في المشاركة من بين البلديات الأربع بنسبة 44%، فيما جاءت كبا والزاوية الجنوب بنسبة مشاركة بلغت 34%، فيما جاءت بلدية جادو متأخرة بنسبة مشاركة بلغت 32% فقط، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. المرشحون تنافسوا لشغل المناصب بالمجالس البلدية خلال هذه الانتخابات في 3 فئات، أولها الفئة العامة من خلال القوائم، والفئة الثانية كانت للمرأة، فيما خصصت الفئة الثالثة لشريحة أصحاب الاحتياجات الخاصة. وأغلقت الصناديق مساء الخميس ليبدأ فرز الأصوات لإعلان النتائج. الانتخابات البلدية التي يتأهل من خلالها المسؤولون المحليون لتقديم الخدمات للمواطنين من أجل المساهمة في رفع جزء من المعاناة اليومية عن الناس، تعد حلقة في سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التي تضع لبنات الدولة المدنية، وتفتت السلطات بين مستوياتها المحلية والوطنية، وتوزعها بين الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، وتضمن التداول السلمي، وتحول دون تخليد الأشخاص في المناصب.